خليني اقول لكم ان بعض الاخبار تداولت عن ان نادي النصر السعودي بيفسخ عقده مع حسام غالي، وده شيء غير صحيح. نادر الشوقي وكيل كابتن حسام غالي نفى هذا الخبر وقال لا، ان مفيش ابدا صحه لهذا الخبر، وان الامور ماشيه بشكل طبيعي ما بين كابتن حسام غالي وفريق النصر السعودي. كل التوفيق طبعا لحسام. حسام من اللعيبه المميزه، اللعيبه اللي دائما كنا بنستمتع بيهم في الملاعب المصريه، ودلوقتي حتى وهو في الملاعب السعوديه بنستمتع بيه، لانه فعلا هو من اللعيبه المميزه اللي ممكن نقول حاله فريده في الكره المصريه. هذا اللاعب لاعب طبعا نادينا النادي الاهلي، هو لاعب النصر السعودي في التوقيت الحالي.